السلام عليكم، كيف حالك يا محمد درويش؟ السلام عليكم جميعا. أكبر. عليكم السلام. أهلا يا مضر، كيف حالك يا مضر؟ الحمد لله. أحسنت يا مضر، بارك الله فيك يا بطل. عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى بخير وبصحة جيدة. أسعد الله صباحكم. أحسنتم يا أبطالي، بارك الله فيكم. مسيفة، الحين مدي في الصف عنود، صح يا مسر؟ إن صف صح، صحيح، أحسنتم. الآن يا حلوين، هل أنتم مستعدون لحصة ماذا؟ ماذا نأخذ؟ حصة ماذا؟ حصة ماذا؟ اللغة العربية. أحسنت يا مضارع، أحسنت يا بطل، حصة اللغة العربية، أحسنت، بارك الله فيك. الآن يا أبطالي، من يقول لي كم يوما في الأسبوع؟ مس تفضلي. أنا تفضلي، نبدأ بيوم. هيا، أريد مين؟ مضار، هل تساعدني؟ كم يوما في الأسبوع؟ تفضل مضار. 7 أيام. 7 أيام، هل تعدد لي أيام من الأسبوع يا مضار؟ سبت الأحد، السبت، الأحد، و الاثنين، الاثنين، الثلاثاء، الثلاثاء، أربعاء، الخميس، أي صحيح، الجمعة. الجمعة. أحسنت يا مضار، شكرا يا مضار، شكرا يا بطل. إذا يا أبطالي، أيام الأسبوع هي 7 أيام. البارحة كان يوم الثلاثاء، وبعد يوم الثلاثاء يأتي يوم الأربعاء. الأربعاء، إذا يا أبطالي، اليوم هو الأربعاء. 10/2/2021 ميلادي، 28 جماد الآخر 1442 هجري. الآن يا أبطالي، الأهداف التعليمية لهذا اليوم، سوف نتذكر حرف الطاء. أيضا يا أبطال، سوف نقوم بقراءة كلمات تحتوي على حرف الطاء. أولا يا أبطالي، سوف نتذكر الكلمات البصرية. هيا يا فاطمة علي، تفضلي فاطمة علي. هيا أمس، تفضلي يا حلو. عندي كلمة قصير. قصير طويل. قصير طويل، أحسنتي. هنا رجل صغير. قصير. هنا رجل كبير. وهنا رجل كبير طويل. مرة ثانية، طويل طويل. أحسنت يا فاطمة، شكرا فاطمة. عفوا. إذن يا أبطالي، رجل
قصير، انظروا هنا رجل قصير، وهنا رجل طويل، رجل طويل. الآن يا أبطال، هل أنتم مستعدون لتحدي القراءة؟ كلمات القراءة، الكلمة الأولى من يقرأها؟ هيا يا حلوين. سيلين أحمد، ثم بعد ذلك ياسين. أولا سيلين أحمد، تفضلي سيلين أحمد، افتحي الصوت من عندك. صوت. يلا. الكلمة الأولى. طلب. 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 فقط كلمة واحدة، شكرا يا سيلين أحمد. شكرا سيلين. أريد الآن من ياسين، تفضل يا ياسين، هيا يا بطل، افتح الصوت من عندك. عطس. عطس، شكرا يا ياسين. الآن يامن، تفضل يا يامن. ربط. شكرا يا يامن، وشكرا لياسين، وشكرا لسيلين أحمد. أحسنتم يا أبطال. الكلمة الأولى طالب. طالب. تعال أشرف، انتبهي إلي. طالب. 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 الكلمة الثانية عطس. 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 الكلمة الثالثة ر ربط. 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 الآن سوف نتذكر حرف الأسبوع. من يقول لي ما اسم هذا الحرف الذي أخذناه في هذا الأسبوع؟ تاليا أحمد، هيا يا تاليا، تفضل. حرف الطاء، كم شكل لحرف الطاء يا تاليا؟ أربعة. أربعة أشكال. طاء في أول. أول. أول الكلمة. أحسنتي. و. وسط الكلمة. وسط الكلمة. و. آخر الكلمة. آخر الكلمة متصل. و. آخر الكلمة. آخر الكلمة. منفصل. منفصل. شكرا يا تاليا أحمد. أحسنتي. الآن. أشكال حرف الطاء هي أربعة أشكال. طاء في أول الكلمة، طاء في وسط الكلمة، طاء آخر الكلمة متصل له يد، وطاء آخر الكلمة منفصل ليس له ولا يد. فاطمة، افتحي الصوت من عندك فاطمة، تفضلي. نعم. هيا يا حلوة، حرف الطاء في أول الكلمة مثل؟ طائرة. أحسنتي، طائرة. حرف الطاء في وسط الكلمة مثل؟ مطر. مطر. حرف الطاء آخر الكلمة متصل مثل؟ بطة. بط. يوجد أربع بطات. بط. مرة ثانية. بطن. أحسنتي. وهنا طاء آخر الكلمة منفصل. مخرو. محروط. محروط. مخروط. شكرا يا فاطمة، أحسنتي. شكرا يا حلوة، أحسنتي، بارك الله فيك. إذن يا أبطالي، شكرا فاطمة الحلوة. طاء في أول الكلمة مثل طائرة. طاء في وسط الكلمة له يدان اثنتان مثل مطر. طاء آخر الكلمة متصل هنا له يد، يمسك بيد الحرف الذي قبله مثل بط. طاء آخر الكلمة منفصل مثل مخروط.
الآن حرف الطاء مع الحركات، من يقرأ لي حرف الطاء مع الحركات؟ سيلينا مينا، افتحي الصوت من عندك سيلينا مينا، انتبهي إلي. هيا يا سيلينا مينا، تفضلي سيلينا، افتحي الصوت من عندك. هيا سيلينا. طا طا مع فتحة، طا طا مع ضمة، و طا مع كسرة، طي طا مع سكون. أحسنتي أحسنتي، رائعة، شكرا يا سيلينا مينا، أحسنتي يا حلوة. الآن حرف الطاء مع الحركات، مثل محمد درويش، اقرأ يا محمد درويش، افتح الصوت من عندك، تفضل. طبيب، طبيب، طيور، طفل، طفل، بطريق، بطريق. شكرا يا محمد درويش، احسنت يا بطل، بارك الله فيك. اذا ط طبيب، ط طيور، ط طفل. رددوا معي يا ابطالي، ط بطريق، ط بطريق. الآن حروف المد، حروف المد ثلاثة، حروف المد ثلاثة، ألف وواو ويا، ألف وواو ويا، حروف المد ثلاثة، حروف المد ثلاثة، ألف وواو ويا، ألف وواو ويا. الآن يا أبطالي، من يقرأ لي حرف الطاء مع حروف المد؟ هيا يا جود، هيا يا حلوة جود، افتحي الصوت من عندك. نعم، تفضلي. هيا جود، حرف الطاء مع المد الألف كيف أقرأه؟ مرة ثانية. طا، طا. حرف الطاء مع المد الواو؟ طو، طو. حرف الطاء مع المد الياء؟ طي، طي. شكرا يا حلوتي، رائع، أحسنتي. الآن زين، هيا يا زين، افتح الصوت من عندك. طا، طو، طي. أحسنت. الآن أريد منك زين أن تقرأ لي بطاقات حرف الطاء مع المد الألف. هيا يا زين، طا مثل طاولة، طاولة. طا مثل طائرة، طائرة. طا مثل طاووس، طاووس. شكرا يا زين، شكرا يا بطل، رائع زين. الآن حرف الطاء مع مد الواو، طو، طو مثل. هيا يا تاليا أشرف، تاليا أشرف انتبهي إلي، هيا يا تاليا افتحي الصوت من عندك. طو، طو. ما هذه الصورة؟ قولي لي صوتك تاني. عطور، عطور، أحسنتي. طو مثل طوب، طور، طوب، 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 أحسنتي. طو مثل فطور، 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 أحسنتي يا تاليا أشرف، شكرا لك تاليا أشرف، أحسنتي. الآن حرف الطاء مع المد الياء، طي، طي مثل. من يقرأ لي بطاقات حرف الطاء مع المد الياء؟
هيا يا خليفة، افتح الصوت من عندك يا خليفة. فطيرة. تفضل. قل فطيرة. طيرة. فطيرة. وهنا ما هذا؟ شرطي. وهنا البريك. طيح. بطيخ. أحسن، شكرا يا خليفة. شكرا خليفة. طي مثل فطيرة. طي مثل شرطي. طي مثل بطيخ. بطيخ. سيرينا مينا، انتبهي إليها سيرينا. الآن حرف الطاء مع المدود، من يقرأ لي هنا؟ هيا يا لين مجدي، تفضلي يا لين مجدي، افتحي الصوت من عندك لين. تفضلي. طيبتون. طائرة. هنا عطور. وهنا شرطي. شرطي. أحسنتي يا بطلة، أحسنتي، رائعة، شكرا لك. إذا طائرة. عطور. شرطي. الآن من يعطيني كلمات تحتوي على حرف الطاء؟ هيا يا أبطال. منصور، لم أسمع صوتك منصور. هيا يا منصور، أعطيني كلمات تحتوي على حرف الطاء. افتح الصوت من عندك منصور. طاء. طاء. مثل طيارة. طائرة. شكرا يا منصور. ايضا من يعطيني كلمه تحتوي على حرف الطاء؟ يامن، تفضل يامن، افتح الصوت يامن. شرطي. شرطي. احسنت يامن. ياسين، افتح الصوت ياسين. طبيب. طبيب. سيلين احمد، افتح الصوت سيلين احمد. أنا أقول طاووس. طاووس. شكرا. أيضا تاليا أحمد، هيا يا تاليا أحمد، افتحي الصوت من عندك. طاووس. طاووس. مطبخ. مطبخ. شكرا يا حلوة. أيضا أريد من ليث. ليث، أين ليث؟ يلا هيا يا ليث. تفضل ليث، افتح الصوت من عندك. شرطي. شرطي. احسنت. ايضا طائرة. طائرة. شكرا يا ليث، بارك الله فيك يا بطل، احسنت. الآن يا أبطالي أريد منكم أن تفتحوا كتاب اللغة العربية على الصفحة 119. هيا يا أبطال، افتحوا كتاب اللغة العربية على الصفحة 119. هيا يا حلوين. مئة وتسعة عشر. من يقرأ لي هذه الجملة؟
محمد إسلام، افتح الصوت من عندك يا محمد إسلام. هيا يا محمد إسلام، محمد درويش، هيا يا محمد درويش تفضل. نعم مس. هيا يا محمد، هيا هل تستطيع أن تقرأ معي هذه الجملة؟ نعم تفضل. نعم هيا. طارق طفل صغير يحب المطالعة. شكرا يا محمد، أحسنت يا بطل، شكرا بارك الله فيك. إذا شكرا لمحمد، سوف نكتب طارق، نبدأ هنا. طارق طفل طارق طفل صغير طارق طفل صغير يحب المطالعة. طارق طفل صغير يحب المطالعة. هيا يا أبطال، اكتبوا بخط جميل. هيا يا حلوين، طارق طفل صغير يحب المطالعة. هيا يا حلوين، اكتبوا بخط جميل. الآن يا أبطال أريد من سلامة، افتحي الصوت من عندك سلامة، تفضلي سلامة. هيا يا سلامة، تفضلي سلامة.
أريد منك أن تقومي وتساعديني لمعرفة كم دائرة يوجد هنا. هيا سلامة. خمسة عشر. خمسة عشر. هيا عدي معي يا سلامة. واحد، اثنان، عدي معي يا سلامة. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، أحد عشر، اثنا عشر، أكملي، أربعة عشر، خمسة عشر. أحسنتِ، خمسة عشر. إذن هذا هو العدد 15، وقد قامت سلامة بعد هذه الدوائر. شكرا لسلامة. العدد 15، خمسة وبجانبها واحد، 15. هيا نكتب هنا 15، خمسة. يعني أنتم ما عرفت تكتب. وبجانبها واحد. خمسة عشر. هيا يا أبطال. هنا أيضا خمسة عشر. هيا يا حلوين. خمسة عشر. اكتبوا 15. هيا يا أبطالي، بارك الله فيكم. إذن اليوم تعرفنا على العدد 15. هيا يا حلوين، بارك الله فيكم. من يكتب بخط جميل سوف أضع له نقاط في على الكلاس دوجو. أريد أن تكتبوا بخط جميل. هيا يا أبطال. انتهيت يا يامن؟ يامن، هل تساعدني في تحليل هذه الكلمات؟ الكلمة الأولى، هيا يا يامن افتح الصوت من عندك. طارة. 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 هنا طارة يوجد فيها، اي يامن انتبه، طارة يوجد فيها حرف مد، صحيح؟ حرف مد الألف. ماذا أفعل؟ كيف أحلل كلمة طارة؟ ماذا أفعل؟ طا مع مد الألف وراء فوقها فتحة. أحسن، إذن أضع الطاء مع المد الألف والراء أضعها في بيت لوحدها، هنا في غرفة لوحدها. إذن أضع هنا حرف الطاء مع من؟ مع مد الألف. الألف، أحسنت يا بطل. كودة واحدة، وحرف الراء في كودة واحدة، وحرف الراء في غرفة لوحدها. شكراً يا مين. طارة، عندما أحلل الكلمات إذا كان في الكلمة حرف مد أو حرف ساكن أضع الحرف مع حرف المد، وأضع الحرف مع الحرف الساكن. الآن شكراً يا مين. الكلمة الثانية، ياسين، تفضل ياسين. عطس. 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 ماذا أفعل هنا؟ كيف أحلل كلمة عطس؟ هل يوجد حرف مد؟ لا. هل يوجد حرف ساكن؟ لا. لا، ماذا أفعل؟ أضع كل حرف
أضع حرف وحده في غرفة. أضع كل حرف لوحده في غرفة. أبدأ في الغرفة الأولى، ماذا أضع؟ حرف حرف العاء. العين، أحسن. حرف العين مع فتحة عاء. وهنا في الغرفة الثانية ماذا أضع؟ حرف الطاء. حرف الطاء. بتعمل إيه؟ والغرفة الثالثة ماذا أضع؟ سا. حرف السا. حرف السين. شكرا يا ياسين البطل، أحسنت يا حلو. الآن سيرين أحمد. سيرين أحمد تفضلي. نعم. إيه؟ هيا يا سيرين، هنا عندي كلمات ب ب ب في غرفة. بابون. بابون. أحسنت. هنا يوجد عندي مد، صحيح؟ مد الألف. مد الألف. ماذا أفعل؟ ماذا أضع في الغرفة الأولى؟ باء وألف. باء وألف، أحسنتي. ماذا أضع في هذه الغرفة هنا؟ باء. باء، أحسنتي يا سيرين أحمد، شكرا يا حلوة. الآن الكلمة تاليا أحمد، تفضلي تاليا أحمد. الكلمة الرابعة تاليا أحمد تفضلي. هيا نقرأ الكلمة أولا. را. يا. تا. تا. توتي. هنا هنا أريد منك أن نقوم أولا بتحليل هذه الكلمة. هنا را. با. را. تا. هنا هنا يا سيدي يا تاليا. ربط. 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 هنا هل يوجد حرف مد؟ لا. في مد ألف؟ لا. لا يوجد مد ألف ولا يوجد حرف ساكن، ماذا أفعل؟ أضع كل حرف في غرفة لوحده. أحسنتي. ماذا أضع في الغرفة الأولى هنا؟ حرف لا. راء. وهنا باء. باء. وهنا طاء. أحسنت يا تاليا أحمد، شكرا تاليا أحمد، أحسنت. إذن ربط، لا يوجد في هذه الكلمة حرف ساكن ولا حرف مد، ماذا أفعل؟ أضع كل حرف في غرفة لوحده. ربط. الآن سوف نقرأ حرف الطاء مع المدود والحركات. هنا حرف الطاء مع المد الألف طاء. حرف الطاء مع المد الواو طو. حرف الطاء مع المد الياء طي. حرف الطاء مع السكون طه. حرف الطاء مع فتحة ط. حرف الطاء مع الضمة طو. حرف الطاء مع كسرة طي. هيا يا أبطالي اكتبوا حرف الطاء مع المدود والحركات.
هيا يا أبطال. هيا يا حلوين. هل انتهيتم يا أبطالي؟ هيا يا أبطال. بسرعة يا أبطالي. أحسنت يا لي مجدي. هيا يا شطار. هيا يا جنى. أحسنت يا يامين. هل انتهيت يا يامين؟ هيا يا بطل. أحسنت محمد، بارك الله فيك يا بطل، أحسنت. الآن هنا أريد أن أضع دائرة حول حرف الطاء بأشكاله المختلفة. جنى هيثم، افتحي الصوت من عندك جنى. تفضلي جنى. الصورة الأولى ماذا نرى؟ مطر. 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 أين هو حرف الطاء؟ ما شكله هنا في كلمة مطار؟ مطر حرف الطاء في الكسرة، في وسط الكلمة، له يدان اثنتان، انظري في وسط الكلمة. اوكي، هنا في هذه الصورة ماذا نرى؟ طاء. جنى هل ترين الشاشة أمامك؟ طا طاووس. ما هو متاش؟ ما شكل الطاء هنا يا جنى؟ في أول الكلمة. وهنا ماذا نرى في الصورة؟ وطوى. هل ترين الشاشة يا جنى؟ وطواط. وطواط. حرف الطاء هنا في أول الكلمة، لأن حرف الواو لا يلصق بها.